يا جماعة كم حسنة في ختمة واحدة المصحف كامل؟ أكثر من 3 مليون حسنة، مثل ما يقول شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير عضو دار العلماء. ختمة واحدة ختمة واحدة أقل شيء 3 مليون حسنة، سبحان الله. فما بالك لو أنك جيت ورحت للمكتبة وشريت لك مصحف وكتبت عليه هذا المصحف الجدي فلان رحمة الله عليه لأبوي فلان وقف، وأنت اللي تقرأ فيه في البيت، كل ما تختم ختمة انتبهوا، هذا مشروع مهم جدا الإخوان والأخوات يحبون أمواتكم، اللي فعلا اللي يحبه يبغى له. أنت ختمت ختمة الآن، هذه تخليك كل شهر تختم ختمة، ختمت ختمة 3 مليون حسنة لك، والله والله الذي لا إله إلا هو 3 مليون حسنة له في قبر، لأن المصحف اللي شريتك وقف على من؟ لا إله إلا وقف عليه، فلا تحرموا موتاكم.